هنتكلم النهارده عن افضل وصفات طبيعيه فعاله جدا لعلاج الامساك بدون ملينات او بدون ما نلجا لادويه، في البدايه عايزين نوضح ان الامساك ليه اسباب معينه عايزين نتفاداها عشان فعلا نتخلص منه بشكل نهائي، اول حاجه عندنا هي وجود يعني نقص في حركه الامعاء وده بيكون سببه في الاساس قله الحركه او مع تقدم العمر حركه الامعاء عندنا بتقل اول شكل او سبب من اشكال الامساك وهو حاجه اسمها الامساك الاعتيادي تعرف منين ان الجسم كده مظبوط وان حركه الهضم فيه كويسه انك تلاقي الشخص ده دايما في وقت معين او ميعاد ثابت في اليوم بيحصل عنده عمليه الاخراج يعني في ناس مثلا بتلاقي عندها الموضوع ده الصبح في ناس قبل النوم في ناس في نص اليوم لكن للاسف في ناس كتير بتتجاهل الموضوع ده يعني مثلا انت تبقى عايز تدخل الحمام وتبدا ان انت تستجبش للموضوع ده تقعد بقى تشتغل تقعد تذاكر تنشغل في حاجه مع الوقت للاسف بيبدا يحصل حاجه من الامساك اسمها الامساك الاعتيادي يعني تلاقي نفسك اصلا ما بداش يحصل تحس ان انت اصلا عايز تدخل الحمام يعني تلاقي نفسك بقالك ثلاث اربع ايام اصلا ما حصلش اي اخراج عندك ومش بيحصل ان انت حاسس ان انت عايز يحصل عندك اخراج فحل الموضوع ده مع الحاجات اللي احنا هنقولها قدام في الفيديو ان انت لازم مع الوقت تثبت وقت عندك في اليوم ان الوقت ده انت المفروض عايز يحصل في اخراج وتبدا ان انت ترجع الساعه البيولوجيه بتاعه الاخراج في جسمك تاني دي من الحاجات اللي هتساعدك جدا النقطه الثانيه عندنا هي وجود كسل في حركه الامعاء وده بيحصل مع تقدم في العمر او قله الحركه انا مش بتحرك انا اغلب الوقت مثلا قاعده على كرسي او بسوق عربيه لفتره طويله الحاجات دي بتاثر على الحركه الدوديه بتاعه الامعاء فبتقلل فكره الاخراج عندنا او طبعا وجود كسل في الغده الدرقيه السبب اللي بعد كده هو نقص المغنيسيوم وهنقول احنا هنحل الموضوع ده ازاي وده طبعا على فكره سبب شائع جدا عند الناس ان في ناس عندها امساك بسبب نقص المغنيسيوم النقطه اللي بعد كده وهي مشكله عندي في البكتيريا النافعه البكتيريا النافعه للاسف بتتاثر بحاجات كتير جدا نقص البكتيريا النافعه ممكن يسبب لي اصلا امراض زي مثلا مرض القولون العصبي وده بيبقى راجع لاني باكل مثلا السكر الدايت يعني سكر الدايت اللي هو السكرالوز ده من الحاجات اللي معروفه انها بتدمر البكتيريا النافعه في الجسم او ان انا باخد مضادات حيويه عمال على بطال ده للاسف مش بيخلي بس البكتيريا النافعة عندنا تقل ده, ده بيخلي البكتيريا الضارة تتوحش وتبدا ان هي تزيد عددها جامد جوه الجسم عندنا وفي كمان بكتيريا نافعة ممكن تتحول للبكتيريا الضارة اذا احنا عشان الجهاز الهضمي يبقى عندي صحته كويسة انا لازم احافظ على عدد معين من البكتيريا النافعة لما العدد ده يقل يبدا بقى يحصل انتفاخات وغازات وقولون عصبي وتبدا يحصل امساك واحنا برضو هنقول هنظبط ده زي قدام. اخر سبب معايا وده طبعا سبب منتشر جدا وهو ان انا مش بحب المياه طبعا قلة شرب المياه بيخلي الجسم اولا يحتفظ بالمية مش عايز يخرج مية لان هو لازم يبقي فيه قدر من المياه عشان ده يخلي الجسم قادر يعمل الوظائف الحيوية بتاعته الستول اصلا او الفضلات او البراز لما توصل عندك في القولون بتبقى في شكل صلب فالشكل ده محتاج ميه عشان يخليها يحصل لها سوفتنينج وتبدا ان هي تخرج بشكل سهل فلو مفيش ميه موجوده الفضلات هتبقى متحجره وهيبقى اخراجها صعب جدا فده سبب من اسباب الامساك وبعد كده هتلاقي الشخص ده حتى لما بيحاول يعمل اخراج بيبدا يجيله بسبب التحجر ده يبدا يجيله بقى مشاكل في الشرج زي البواسير او الشرخ الشرجي إحنا كده اتكلمنا بشكل بسيط عن الأسباب عشان إحنا هنعالجها بعد كده وأي حاجة إحنا غلط قلناها هنقول حلها بمنتهى البساطة عشان نتخلص من الإمساك وكمان هنتكلم عن الوصفات الطبيعية اللي هنتكلم عنها. إيه أول وصفة هنتكلم عنها النهاردة وهي إن إحنا هنضيف زيت النعناع أو زيت الزيتون أو ممكن نبدل ما بينهم على المية بتاعتنا يعني أول ما إحنا بنصحى الصبح هناخد معلقه كبيره من زيت الزيتون على كوبايه ميه ونشربها او ناخد معلقه من زيت النعناع على كوبايه ميه ونشربها بس زيت النعناع مش مناسب للناس اللي عندهم قرحه او ارتجاع مريء غير كده هو مناسب النوعين دول يعتبروا ملينين طبيعيين وكمان زيت النعناع من الحاجات اللي بتعالج التقلصات وبتقلل الانتفاخ وبتساعد وهو يعتبر ملين طبيعي يبقى كده اول طريقه معانا الطريقه الثانيه ان احنا هنثبت ان احنا مع كل اذان هنشرب كوبايتين ميه ودي حاجه ملهاش علاقه بالعاطفه مفيش حاجه اسمها انا ما بحبش الميه بشرب الميه علشان صحتي تبقى كويسه عشان ما يجيليش خشونه في المفاصل من بدري عشان ما افضلش عاني من الامساك فدي حاجه اساسيه فعلا ان احنا نعملها عشان نتخلص من الامساك النقطه الثانيه عندنا ودي وصفه ممكن نعملها قبل النوم وهي عباره عن اننا بنجيب زبادي وبنضيف عليها معلقه صغيره من الرده ونقلبها كويس ونبدا ان احنا ناكلها وبعد كده بنشرب كوبايتين كبار ميه لازم نشرب كوبايتين ميه الرد دي فكرتها ان هي بتاخد الميه دي وبتبدا إنها تنفش وبتحسس بتحسس جدار الامعاء ان هو يحصل فيه زي كده ايه تسرع الحركه بتاعته عشان تخرج الفضلات بسهوله بس لازم كوبايتين كبار ميه يعني مش اقل من نص لتر لو قدرنا نزود عن نص لتر بعد الوصفه دي يكون كمان افضل دي تاني حاجه معانا ممكن نعملها قبل النوم ان شاء الله نصحى الصبح هنلاقي على طول في اخراج والامساك هيكون اتعالي طيب احنا اتكلمنا على جزء المغنيسيوم في ناس كتير بيبقى عندها نقص المغنيسيوم ونقص المغنيسيوم ده ممكن يجي لك في علامات تانيه ان انت دايما يبقى عندك شد في عضلات رجليك الصابع بتاعة مشط القدم من قدام وطبعا الامساك المغنيسيوم ممكن ناخده بشكل شكل فوار اسمه ستروسيد مغنيسيوم وده بيتاخد كيس كيس مثلا يوميا لمدة أسبوع وبعد كده بنوقفه وبناخد بعد كده المصادر الطبيعية الغنية بالمغنيسيوم زي مثلا المغنيسيوم غني جدا في البذور الك... في البذور عموما زي بذر الكتان أو بذور الشيا موجود في أي حبوب كاملة زي مثلا البليلة زي أي حاجة معمولة بالقمح الكامل زي الشوفان زي زي الكنوة دي دي مصادر غنية بالمغنيسيوم وكمان الورقيات وكمان المكسرات وفي كمان الافوكادو والاسماك الزيتية اللي هي زي السلمون زي الماكريل زي السردين زي الرنجة كل دي مصادر غنية بالمغنيسيوم الستروسيد مغنيسيوم بالذات ده شكل كويس لانه حتى لو زاد شوية بنتخلص من الزيادة منه عن طريق ال الكلى عن طريق اليورين فما فيش منه مشكلة لو احنا استمرنا عليه فترة صغيرة يعني ممكن نجيب كيس مثلا ناخده خمس ست ايام سبع ايام وبعد كده نوقفه ونستبدله في بالمصادر الطبيعية اللي احنا ذكرناها فلو انت خدته ولقيت يومين ثلاثة الامساك بدأ ان هو يتعالج اعرف ان المشكلة عندك في الاساس كانت في نقص المغنيسيوم ولو انت عندك امكانية اللي انت تحلل المغنيسيوم حلله لو ناقص عندك عوضه النقطة اللي بعد كده وهي نقطة البكتيريا النافعة، في بكتيريا اتعمل عليها آه. عايز اقول ان البكتيريا النافعة اللي فعلا بتفرق في جزئيات الامساك والقولون العصبي مش أي بكتيريا، في بكتيريا بالذات اتعمل عليها نسبة أبحاث ولقوا ان هي مفيدة جدا هي نوع بكتيريا اسمه بيفيدو بكتيريا. البيفيدو بكتيريا دي اللي هي بتبقى موجودة عندنا في اللبن الرايب بتبقى موجودة في مثلا الزبادي اللي اسمها اكتيفيا بتبقى موجودة في, في انواع من المخللات زي مثلا مخلل الخيار بس يتعمل من غير خل شوف الطريقة بتاعته من غير خل دي افضل بكتيريا لقوا ان هي لما حد بينتصم عليها وبياخد منها جرعات عاليه بتعالج القولون العصبي وبتحسن جزئيه الامساك المرتبط بنقص البكتيريا النافعه عندنا في الجهاز الهضمي وطبعا البكتيريا دي بتبقى موجوده في انواع كبسولات بيبقى تركيزها بيتراوح من بليون ل 10 بليون ممكن ان احنا نجيبها بس بتالي مش متوفره في مصر هسيب لكم الاسم بتاعها او انواع ليها على الشاشه لو حد مثلا يقدر ان هو يوفرها ويستمر عليها بس هي يعني المشكله ان اي بكتيريا نافعه انت بتاخدها في الاول لازم تكونوا عارفين ان هي ممكن تعمل لك في الاول كده شويه غازات وانتفاخات دي حاجه طبيعيه جدا دي حاجه طبيعيه جدا لان البكتيريا دي هتبدا ان هي تخمر الاكل بزياده بس الحاجه دي بتبقى مثلا في اول فتره كده اربع خمس ايام وبعد كده بتبقى عادي جدا مش بتعمل الاثر الجانبي ده ولكن هي مع الوقت بترجع التوازن بتاع البكتيريا النافعه وبتعالج عندك المشاكل اللى كانت عندك فى الجهاز الهضمى بسبب نقص البكتيريا النافعه النقطة اللي بعد كده ان في ناس بتبقى زي ما قلنا في مشكلة في حركة الامعاء حركة الامعاء عندهم قلت وده على فكرة عرضة ليه جدا ناس كبار السن لان مجهودهم مع الوقت بيقل او بيبقوش قادرين يتحركوا بالمعدل الطبيعي وطبعا مع السن في حاجات في الجسم عندنا بتقصر او ان انت حد حركتك قليلة بنتغلب على الموضوع ده بايه ان احنا نحاول بقدر الامكان نمشي يعني لو حتى تلت ساعه في اليوم ماشي دي بتفرق جدا ان انا لو حد بيقعد فترات طويله ما اقعدش ساعه كامله على فكره ما تقعدش ساعه كامله على مكتب مش عشان بس الامساك لا عشان كمان الركب وعلشان الظهر وعشان المفاصل وعلشان كل حاجة فتحاول انت تتحرك كده تقوم تمشي كده خطوتين كل مثلا ساعة لو انت بتقعد لفترات طويلة في كمان دواء كويس جدا بيساعد على ان هو ينشط حركة الامعاء تاني اسمه جاستريج ده ممكن ناخد منه مثلا تركيز مية مرتين في اليوم قبل الاكل بربع ساعة لمدة مثلا خمس ايام او اسبوع بيفرق جدا لو حد عنده مشكلة في ان حركة الامعاء بطيئة اقول لكم اخر حاجه على وصفه كويسه جدا لديه الامساك وهي عباره عن اعشاب هنخلطها مع بعض الاعشاب دي هي ايه هنجيب من اي مثلا عطار كده يكون جوله الاعشاب عنده كويسه هنجيب كميات متساويه من البابونج الكراويه البردقوش وكمان العرقسوس لو حد عنده مشاكل في الضغط او الكلى او الكبد او عنده سكر يستغنى عن العرقسوس ويستغنى عن البردقوش ويخليه في الكموميل او البابونج مع الكراويه بس وناخد منهم كميات متساويه ونحطهم ونعملهم زي ما احنا بنعمل الشاي يعني نحط عليهم ميه مغليه ونشربهم من المشروبات الرائعه للامساك بس زي ما قلت لو حد عنده المشاكل دي يكتفي بس بالكراويه والبابونج الاثنين بيقللوا الغازات والانتفاخات والتقلصات ويعني يعتبروا ملينات طبيعيه حاجات برده الحلوه جدا هي حبه البركه يعني لو احنا سواء احنا خدناها في شكل مغلي او ضفنا حبه البركه على الاكل حبه البركه فيها ماده فعاله تعتبر برده ملين طبيعي من الحاجات اللي احنا ممكن نشرب المغلي بتاعها بعد الاكل او مثلا نضيفها على المشروب اللي احنا قلنا عليه في عشبة مشهورة جدا الناس بتتكلم عنها في بوستات او في فيديوهات وهي حاجة اسمها السناميكي او السنالاكس مثلا او اوراق السنة الفكرة كلها ان الاعشاب دي ليها اثار جانبية ضارة جدا وليها نسبة توكسيستي او ليها نسبة سمية عالية فبلاش ناخدها من نفسنا وبلاش ناخدها بجرعات عالية كمان الاعشاب دي غير مناسبة نهائيا لاي حد عنده التهابات في القولون او اي حد عنده القولون عصبي غير مناسبه ليه على الاطلاق لان اصلا بتعمل انقباضات قويه جدا وممكن لو خدنا جرعه اعلى منها شويه واحنا بنحضرها بالغلط تزود الالتهابات اللي موجوده عندنا في القولون وبتعمل مغص شديد ممكن الناس ما يعني ما تستحملوش فبصراحه العشبه دي ما تعتبرش امنه ناس كتير بتتعب منها كمان هي للاسف في ناس بتجيبها بكميات كبيره وتبدا ان هي تتعود عليها وتستمر عليها بيبدا مع الوقت العشبه دي تأثر أصلا على الحركة الإنقباضية بتاعة الأمعاء يعني تخلي الأمعاء ما بتنقبضش بشكل كويس فأصلا تعمل بعد كده إمساك مزمن فأنا لا أنصح بالعشبة دي خالص لأن بشوف ناس بيحصل لهم مشاكل كبيرة ب... بسببها أتمنى يكون الفيديو أفادكم لو الفيديو عجبكم أو سمعتوا أي معلومة جديدة بالنسبة لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا إعجاب على الفيديو عشان يوصل أكبر قدر من الناس ويستفادوا أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد